اهلا وسهلا بكم احبتي المشاهدين، وحييكم وارحب بكم اجمل ترحيب اينما كنتم وتكونوا في الجزء الثاني من حقائق مغيبه لهذا اليوم مع الدكتور حيدر العباد رئيس الوزراء الاسبق. حياك الله واهلا وسهلا بجنابك. تحدثنا حول الكثير من الملفات في الجزء الاول، وبقيت لدينا ملفات لربما يعني اكثر تحتاج الى تفصيل من جنابك. في وقت سابق ذكرت جنابك انه الاحزاب الكرديه او البيشمركه بمعنى ادق هي عباره عن مجاميع مسلحه تابعه لاحزاب سياسيه. لماذا لم يصار الى دمجهم ضمن المنظومه الامنيه سواء ضمن ملاك وزاره الدفاع او ملاك وزاره الداخليه، او حتى ايجاد توضيح وتفسير واضح للبيشمركه؟ لحد الان البيشمركه لا تاتمر باوامر القائد العام للقوات المسلحه، ولربما قوات مسلحه تابعه لاحزاب اكثر ما هي حرس اقليم. تفضل. هو هذه مشكله قديمه منذ 2003. نعم. بصراحه منذ التاسيس. ولهذا يكون نعود مرة أخرى للتأسيس بصراحة. نعيد النظر في التأسيس الدولة العراقية الحديثة. نعم. الأحزاب الكردية تصر تريد حرس إقليم خاص بها تعود لقيادة الإقليم. في نفس الوقت يريدون تمويل من الحكومة الاتحادية وبها تناقض. أنت إذا حرس إقليم تمويلك من الإقليم. نعم. إذا قوة اتحادية. نعم. تمويلها من الاتحاد، من الدولة المركزية، ولكن يجب أن تكون تابعة للحكومة الاتحادية مو إلك. طيب. فهذا تناقض، هم يطلبون حرس إقليم تابع لهم بس تمويله من الحكومة الاتحادية. هذا تناقض، هذا يجب أن يحل هذا التناقض. وهذا منذ التأسيس 2003. لماذا لم يحل في فترة تواجدك عندما كنت رئيسا للوزراء؟ إحنا 4 سنين. أي. أصلا بالبداية أنا بديت لا يوجد اتصال بيننا وبين الإقليم، الأرض محتلة من قبل داعش. أصلا الإقليم شبه مستقل كان في وقتي. والإقليم تعرفون يعني لا يوجد قدرة. نعم. يعني داعش محتل الأراضي، أما أنت تدخل في تحديد يعني مثل المسلمين كانت تضيع الأندلس منهم ويناقشون جنس الملائكة. إحنا نناقش حيثية نحل الخلاف بين وضع الإقليم في العراق وداعش تحسن مدننا وده تتوسع في ذلك الوقت، هو مستحيل. أنا أقول هذه أصبحت في وقتنا جانبية. نعم أنا اهتميت بطريقة العمل مع البيشمركة وركزت على قضايا جزئية مثل قضية حركة الطيران والمطارات وقضية كركوك وغيره. لا هاي بعد التحرير. نعم. مو أثناء التحرير، بعد التحرير. نعم. بعد التحرير هذا ما صار مجال، هاي بعد التحرير تعرفون في أقل من سنة الأخيرة. نعم. ودخلنا انتخابات والأمور عكست مرة أخرى، صارت بعد ما خرجت بشكل آخر. بس اليوم أنا أقول الحرس الإقليم يجب أن يحل. أما تقول لي في وقتها كنا حرب وجودية، لا يمكن أن نناقش مثل هذه الخيارات. لماذا هذه القضايا أصلاً لا تناقش أو لا تطرح على طاولة النقاش بشكل مباشر مع أساس الكرد؟ لحسابات سياسية لو شنو الموضوع؟ أنا أعلم هذا النقاش كان حاد منذ سنوات. نعم. ولكن لا أحد يريد أن يدخل فيه، تعرفون أحدهم يحتاج الآخر، وعدنا بعض الحسابات السياسية تتعلق بمنصب رئاسة الوزراء. تعرفون مع احترامي للأخوة في كردستان أنا ما أسأت لهم شخصياً، لا أسأت ولم أسأل لأحزابهم، وهذا الكلام مو مني، كلام من قيادات كبيرة منهم. نعم. بس نعم أكو عندهم مشروع، كان مشروع انفصال وقفت بوجهه، بس مع ذلك ما أديت إلى سفك الدماء أصلاً. ما اعتديت على حرمات أصلاً. نعم. بل احترمت الوضع كله وقدرت كلهم، اعتبر كل مواطن عراقي في العراق مواطن درجة أولى، سواء كردي عربي تركماني. طيب. مهما يكون مهما يكون دينه مهما يكون طائفته. نعم. ولهذا اليوم المواطنون محترمون في كل مكان، أقول هذا مو توجهنا يختلف. أما في الصراع السياسي قسم يريد الأحزاب الكردية توقف وياه على حساب مصالح الوطن، أنا ما حسبت هالحساب. أنا حسبت حساب الوطن. أنا أعلم أنه هذا اللي سووه قفت أمام مشروع الانفصال راح يكون ضدي. أنا أعلم هناك حوار راح يصير رئاسة وزراء، كنت زاهد في هذا الموضوع. الحمد لله عندي الأصل هو تحقيق مصالح الوطن، لأن الوطن أنا لست ضد الكرد حتى. طيب. حتى لست ضد الطموح الكردي أن تكون لهم دولة، ما حتى مو ضد هذا، أقول بس إحنا في دولة. نعم. أنت تأخذ جزء من الدولة وتخرج وحدك والسبب ضرر لهذه الشراكة مو من حقك، يجب أن الشركاء كلهم يناقشون هذا وياك. مو من حقك أن يصير تفتيت للبلد بهذا الشكل، لأن باكر المحافظة الفلانية أيضا تنفصل عن البلد. نعم. ماكو دولة تسمح لأن يحصل شيء بهذه الطريقة. نعم بالتفاهم الوطني خلينا نقعد نتفاهم. صار حديث مباشر بهذا الموضوع مع أساس الكرد؟ نعم مطول. زين. تعرفون بداية طرح الاستفتاء كانت قبل 6 أشهر من الاستفتاء. نعم. وهي وقت كله كان مجال، هم كانوا يقولون لا تهتم، هذا فقط استطلاعات رأي، فقط استطلاع رأي،
إذا استطلع عليه تحدثت مع السيد البرزاني بشكل مباشر بهذا الموضوع؟ نعم. شو كان جوابه؟ مع الأخ نيجيرفان كريس وزراء، مع الأخ البرزاني، مع القيادات الكلية وجوني، وعجشت اجتماعات معهم في هذه الفترة. تعرفون الموصل اتحررت أثناء هذه الفترة. نعم. يعني أثناء ما أعلن الاستفتاء تم تكملة تحرير الموصل، تذكرون. زين. ولكن في الفترة الأخيرة الاستفتاء صار تسارع، كأنه صار خلص قرار انفصال، يعني تغير النهج. نعم. في الأسابيع الأخيرة. وهذا أتصور كان غير صحيح، وإحنا بعدنا ما مكتملين كل المعركة. زي. تعرفون كانت الحويجة بعدها بيد داعش. نعم. تحدث ذلك وقت تل أحفر كانت بيد داعش، كانت غرب الأنبار بيد داعش، لا زالت المعركة ما منتهية في تلك المرحلة. السلوك اللي انتجته في التعامل مع أقليم كردستان وتحديدا فيما يتعلق بقضية الموازنة وعملية تصدير النفط، لربما انفردت عن بقية رؤساء الوزراء الآخرين، كان الحديث واضح وإجراءات كانت واضحة ومباشرة. كان تدخل خارجي لثنيك وتراجعك عن هذا القرار؟ لا، يكون شوف أنا أقول لك نعم، كان الضغوط. من الضغوط؟ من عدة جهات، من عدة جهات تأتيك. بس لا أقصد أطراف خارجية، دول معينة كانت تضغط أيضا بشأن تراجعك. لا، أكثر شيء مؤسسات تضغط، مؤسسات مالية عالمية. نعم. أو مؤسسات واقع كانوا يتصورون أنه هذا قد يؤدي إلى نوع من الضعف على الداخلية في وإحنا دل حرب داعش. ربما هذا مخاوفهم كانت. زين. بس أنا كلامي واضح، أنا ما أريد هذا يؤثر على القتال، بالعكس عندنا تعاون كامل في مسألة القتال مع البشمركة، ما مأثر عليه أصلاً. طيب. والأمر الثاني أنا لست ضد الإقليم، وإنما عندي كانت طلب واحد بصراحة. واحد. أي. في مسألة المالية أريد كشف حسابات، هذا مال عراقي، أموال عراقية، أين تذهب؟ أنا الآن ما ردت أدخل في جدل هاي للإقليم ولا للحكومة الاتحادية، طيب وين حسابات هاي الأموال؟ أين تذهب؟ منطق حسابات. وأنا أحش الأتراك في هذا الموضوع، أين الأموال؟ زين. قالوا لا نعلم. طيب هذا النفط يصدر من خلال أراضيكم، نفط عراقي، وأنتم المسؤولين عنه. زين. الأنبوب زين، أنطوني سيادة الأنبوب في أراضيكم، أنا أتخذ إجراء. زين. بس هذا بسيادتكم دولة تركيا، الأنبوب العراقي. جيهان مو سيادة عراقية، سيادة تركية، وحرجتهم، ظلوا في حرج في هذا الإطار. أين الأموال تذهب؟ وين الحساب؟ كيف تصرف؟ هذه أموال عراقية. منطق حسابات ختامية. طيب يدعون لإقليم كردستان، طيب وين الحساب اللي يصرف لحساب اقليم كردستان للمواطنين؟ وينه؟ لحد اليوم لا يوجد حساب اين تذهب هذه الاموال. لهذا العالم ما يستطيع. شوف لما عندك حجه قويه ودفاع عن كل العراق، انا ما تعاملت انا عربي ضد الكرد، مش اصلا انا لست كذلك. انا ادافع عن الكرد كما ادافع عن العربي، ادافع عن السني كما ادافع عن الشيعي، لان بالاخير لما المسؤول الله يحط في عنقك مسؤوليه على كل المواطنين. شو كانت تعامل الحكومات السابقه وحتى حكومتك في عمليه اعطاء الموازنه الى كردستان دون وجود حسابات ختاميه؟ شو تتعاملون معهم بشكل مباشر؟ يعني هذه مشكله بالاخير، تعرفون يسخطون الحكومه بالاخير، وبالتالي انت كرئيس وزراء مضطر تتعامل، تعطيهم ما يريدون. اي بس لهذا انا ما حرصت على رئيس وزراء. انا ما حرصت، انا عندي معركه داعش يجب انه هي عندي مهمه ثلاثه في رساله سماح السيستاني، حددت ثلاث مهام: محاربه الارهاب، الطائفية، منع التقسيم. والحمد لله ثلاثة نهاية فترتي، طريقة نهاية التعامل. فترتي أنجزت ثلاثة. تعامل الحكومات المتعاقبة مع الإقليم وبقاء هذه المشكلة قائمة من 2003 وحتى اليوم، لماذا لم تحسن بشكل نهائي؟ إذا يأتي رئيس وزراء لا يهمه أن يبقى بالسلطة يستطيع أن يحلها، أما رئيس وزراء يحسب الكبقة بالسلطة ويكون يحظى بموافقتهم. غير رئيس وزراء أضيف التالي: أي. إذا توجد أحزاب تصطف مع رئيس وزراء في هذا القرار، مو تفكر مصالحها، بالأخير تحرج رئيس وزراء تطبق مع الآخرين بالباطل. زين. حتى يحصلون هذا أيضا راح تقودني أنت، راح ترجعني شوي قليلا. يحتاج هالشرطين. اصطفت الأحزاب السياسية بغض النظر سواء كان الشيعية أو سنية، اصطفت معك في قضية تعاملك مع كردستان أم اصطفت لربما مع الإقليم ضدك؟ لا خوب، أثناء انتخابات بعد انتخابات اصطفت بالاتجاه الثاني. ها. واضح. الزيارات إلى أربيل أصبحت هي القبلة. أصبحت يذهبون مع احترامي لأربيل. نعم. أربيل أنا أحبها. أي. أنا أحبها بصراحة، وأنا أشكر كل المضيافين في أربيل. زين. اللي يضيفون اللي يحترمون عليهم، عندي حملة انتخابية. أي. وعندي أتباع أيضا في أربيل عندنا. زين. واشتغلنا في هذا الإطار، وعندنا ناس صوتونا. شنو سبب أن الأطراف الأخرى بقية القوى السياسية اصطفت مع، خليني أكون أكثر يعني أسمي الأشياء بمسمياتها، مع الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني على حساب الاصطفاف مع الحكومة الاتحادية؟ صراع سلطة. صراع سلطة. صراع يدون سلطة بالأخير، فطلق السلطة. بس أنا أقول لك العمل يبنى على الباطل، نتيجة باطل كما حصل بعد 2018، ضيعونا. ما حصل في 2018 بعد 2018 شوف وين مشينا صح؟
شوف المظاهرات تشرين لما يطلع مواطن. قبل مظاهرات تشرين تقصد انه الاتيان بالسيد عادل عبد المهدي كان قرار خاطئ؟ لا هسه انا ما اتكلم عن اشخاص، انا اتكلم عن توجه بالاليه والطريقه. اي التوجه أي. اولا اضاعوا الكتله الاكبر، اضاعوها بالكامل، يوقعوا في مشكله بعد سنه. نعم. يردون يعالجون، يردون يرجعون للكتله الاكبر. طيب ليش فوتوها بالسنه الاولى؟ بعدين تردون. من اللي اضع ملامح الكتله الاكبر؟ اقول هي المصالح الحزبيه، لما تكون مصلحه الحزبيه اكبر من مصلحه الوطن. نعم. هاي النتيجه. يعني بالاخير اجتمعوا على شيء. من هم اللي اجتمعوا؟ اكثر الكتل اجتمعوا على شيء. بس جزء من هؤلاء اجتمع حلفائك بالامس القريب، وجزء من قاتل ان تكون انت رئيس الوزراء لولايه ثانيه ولكنك رفضت او في بعض الاحيان لم توافق على الشروط. لا تعرف اكو مصالح متذبذبه. نعم. اكو بعض الاحيان تحصل اضرار في الساحه. انا اقول لك مثلا اللي حصل في الجماعة أوصلوها إلى حافة الانهيار. من هم الجماعة؟ لا لا حتى لا لا في وقتي تذكرون. نعم. آخر يمكن أسبوع. نعم. بعد اجتماع البرلمان، نفس الأسبوع اجتماع البرلمان هي بدت الأمور تتشكل. ما هي الكتلة الكبيرة؟ من الذي شكل الحكومة؟ طيب بدأ تصعيد خطير في الساحة، بدأ سلاح وتهديد بالسلاح وتهديد بإسقاط الأوضاع علني. قاموا يحكون. نعم. أصدروا بيانات لا نسمح بتشكيل اي حكومه مو من عندنا، لا نسمح. من هم هؤلاء؟ واي حكومه؟ اصدروا بيان الاخوه في جماعه الفتح. أيه. اصدروا بيان انه لن نسمح ونسقط اي حكومه خلال شهرين. زين. والفصائل ايضا اصدرت بيانات. اكثر الفصائل اصدرت بيان. تهاجم رئيس الحكومه وتهاجم الحكومه وتدعو بالثبور وتهدد. اكو بيان من صفحتين نشر في وقت. زين. هذا بالطبع خوف العقلاء. اكو عقلاء حريصين على الوطن. هم مو جزء من المؤامرة. نعم. مو جزء من المصالح، بس يقول لك تعالوا راح ننجر إلى قتال داخلي. هؤلاء راح يجرون، راح ننجر إلى قتال داخلي بين ميليشيات. هذا الطرف عنده ميليشيات وهذا الطرف عنده ميليشيات. يحتربون يتحاربون في المناطق الجنوبية. يقال إنه لولا انسحاب كتلة عطاء من النصر لربما بقيت جبهة أو تشكيل كتلة الإصلاح هي الكتلة الأكبر وحسمت موضوع رئاسة الوزراء والحكومة. فعلا إنه انسحاب العطاء قلب الموازين داخل أو ما بين كتلة البناء وكتلة الإصلاح؟ لا هو على سوء ضوء القانون. نعم. تحالف الإصلاح اللي هو كون الكتل بما فيها ائتلاف النصر. نعم. مع سائرون، مع الحكمة، مع آخرين، هي الأكبر عددا حسب القانون. زين. لأنه مسجل بأعداء مجد كل كتلة جد. على القانون يقول ليوقع على عدد الأعداء رئيس الكتلة. فرؤساء الكتل نزلوا انتخابات ذولا. نعم. وهي كتلتهم وهي عددها. زين. فصار توقيع، هاي التوقيعات اكبر عددا من الثانيه. لان هاي محسوبه عند المفوضيه، هاي كتله اللي حصلت اصوات، هاي كتله محسوبه. زين. اما الثانيه غير محسوبه، ادعاء. طيب فكانت لهذا الجماعه. شوف بعد اجتماع البرلمان بس قدمنا طلب للبرلمان يوم 3/9، يعني دقيق في التواريخ، يوم 3/9 قدمنا جلسه انعقاد البرلمان اللي تم بها انتخاب رئيس برلمان ليتحدد الكتلة الأكبر. قدمنا طلب والآخرين قدموا طلب. طلبنا كان مدعوم بأدلة، وحسب القانون الأحزاب وقانون المفوضية واضحة هي الكتلة الأكبر حسب الأعداد. طيب. كتلة الإصلاح. زين. في نفس اليوم أصدروا بيان الفصائل يهددون الحكومة ويهددون بأشياء أخرى. طيب. بدت اليوم الثاني في البصرة تخريب وحرق، وانتهت بحرق القنصلية الإيرانية، ثم توقفت فجأة 4 أيام. فجأة توقفت. بعدها صار اللي صار. وين توصل؟ شنو الإشارة اللي تم اختيار بديل للعبادي بعدها؟ نعم. لأنه المخلصين شافوا البلد راح ينجر إلى احتراب داخلي، يقول لك وأنا معهم، مو مشكلة أشخاص من العبادي. شنو يروح العبادي؟ شنو؟ طيب. العبادي يعني إذا ثمنها أن الجماعة يجرون البلد إلى احتراب داخلي، أنا مالته. أنا مالته. والعقلاء تدخلوا انه خلي ما تحدثت عن اليه وطريقه وروايه انسحاب كتله العطاء. شنو السبب الذي ادى بالسيد الفياض الى انسحابه من الاصلاح ومن النصر تحديدا اللي كان واحد من اركانه واقطابه؟ احنا ناقشنا، هو كما جريت لك حصل انت كما ذكر في العلن انه بسبب تحالفنا مع سائرون. نعم. طيب تحالفنا سائرون في اللحظه الاخيره مو قبل. انما صار انحياز قبل هذا التاريخ. قبل. نعم. وأنا حذرته من ذلك، قلت له هذا شوف هذا راح يدخلنا في صراع نفقد ترى كل شيء. وهو الرجل بالأخير قلت له لا تدخل في الجانب السياسي رجاءً،
ممكن يصير لك حظ ويصير لك شيء. مثل العملية السياسية في العراق تسير، لا أحد يعلم بأي اتجاه، ممكن بالأخير تتوقف عند شخص، ممكن أنت ما ندري. نعم. بس لا تضيع جهودنا بالأخير، لما ضعفنا وضعف الجميع راح نوصل طريق الخطأ، راح نوصل إلى ترى يجي غيرك بعد. شنو كان جواب الفياض؟ يعني بصراحة أنا أعتبره غير مفهوم معي، بس لما يخرج غير مفهوم. يعني أقول له طيب اعطيني التزام أنه أنت على الأقل نبقى سوية، ثم أنت مو زعيم حركة، أنت وعدتني أنت قبل الانتخابات قلت لك أنت لا تصدى ما أقبل، وقلت لي أنا سحبت من الحركة مو يمي، أنا ما عندي هسه حركة، إنما صار واحد آخر ورئيس حسن أنا قال لي أنا سحبت. زين. هذا بعدين أكتشف أنه هو نزل في حملة انتخابية، أنا ما كنت أدري بصراحة، بعدين جابوا لي فيديوهات. على كل حال واجهته بذلك. أيه. قلت له أرجوك أنت عندك مناصب أمنية حساسة، لا تنزل بالانتخابات. زين. أنت لأن هاي المناصب أعطيت لك حتى تخدمها، مو حتى تنزل. نعم. بالانتخابات، لأن هاي مو مناصب استحقاق. رئيس الوزراء هو الوحيد قائد عام القوات المسلحة وسياسي. نعم. البقية المفروض يأخذون دور آخر. المهم بصراحة يعني هذا اللي كان أحد الأسباب، بس هذا تاريخ. أيه. والتاريخ نثبتها. الرجل عنده وجهة نظر في هذا الأمر. زين. بس أنا مختلف معه في هذه القضية بالكامل. من الخطأ أنه أنت تسحب عناصر متابعين لك أصلاً، وأنت ما المفروض أنت مصدي سياسياً، وذولا وقعناهم تعهد أن يبقى أمام الله وأمام القانون تعهد وقسم. أن اللي ما يوفي قسمه هنا مع الله لا يوفي بقسمه مع الناس. أيه. مع المواطن، أنه يبقى مع النصر ويستمع إلى قيادة النصر، إلى رئيس الائتلاف النصر. زين أنت بعدنا بأولها، بمجرد أن الطرف الثاني عرضوا عليكم شيء وبالأخير هذا ما مطروح. أنا قلت ترى ما حد طرحه وياي. أيه. أنت طرحي وياك ما حد طرحه وياي أصلا، لا يطرحون، هم ينفون أنه أكو أي واحد. كانت مناورة سياسية لإضعاف العبادي أو لقسم ظهر العبادي؟ يعني أكو لعبة إقليمية. إقليمية وحتى دولية لاستهدافك؟ يعني شوف، رئيس وزراء قوي ووطني وايد دول ما تريده، قسم دول تيد فوضى، تيد واحد يشيل مصالحهم. شنو هذا الوطني الشاي العراق على ظهره، حارق قلبه على العراق، واحد عنده مصالح يدارينا ينداري وكذا. شلون يعني شلون الدارين؟ يعني تعطيه مثلا الدول الاقليميه تعطيه مصالح، شلون مصالح شركاتهم يعطون اشياء. آه. تسامح بها. هل كانت موجوده سابقا؟ لا اعلم، بس تعرفون انا اقول لك شيء، وايد جوبتك دبلوماسيه. الدول بشكل عام ما تحب الانسان يضغط من اجل مصالح بلده لان يتعبهم. زي. بس يحترموه، اكو فرق، يحترموه. طيب خلينا حتى ولا ما يطلع يحترموه. خلينا استثمر الوقت. ذكرت في وقت سابق حضرتك معلومة كانت خطيرة جدا، ولحد الآن ما يعني لم توضح بشكل واضح وصريح من قبل الحكومة العراقية السابقة، ألا وأن الطائرة التي نفذت عملية اغتيال الشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقه وسليماني كانت حاصلة على إذن وموافقة الحكومة العراقية. من الذي سمح لهذه الطائرة بتنفيذ هذه المهمة؟ وهل فعلا الأطراف العراقية التي أعطت الضوء الأخضر كانت تعلم من هم الأهداف؟ هذه يعني لما أعلنت قلت ما هذه لا، أنا ما أتهم خيانة. أي. سامن حد ما نقول خيانة بقدر ما نوضح الموضوع. إيه بما لو يعلم هاي خيانة. زين. لو يعلم هاي خيانة. فقلت ما عندي دليل على أنها خيانة، وإنما سوء إدارة. ما يستفسر ولا. زين. ولا يبحث. مثل كثير من الحوادث. طائرة عسكرية تريد تنفيذ مهمة قتالية في مطار مدني. شو توضحها؟ شو تفسرها؟ يمكن لا، قد لم يقرأوا. أكو بعض الأحيان تقصير يصير ما يقرأ التفاصيل، ما يسأل على التفاصيل، يكون مبهمة وما يستفسر على التفاصيل. هم نشرت هاي الموافقة. نعم. بس هم يدعون بعدين أن الموافقة في نفس الوقت أعطيت الطائرة غير هاي الطائرة. أنا ما عندي جواب. بس بغض النظر عن الطائرة، بالتالي الموافقة موجودة. على أنه حتى أكون واضح. نعم. هذا الأمر تبناه رئيس دولة. رئيس الأمريكي تبناه. نعم. قال بقرار مني. هو تبنى المسؤولية. إذا ما كان يريد هو قرار العراقي بالأخير، خلي أكون واضح. نعم. حتى أرجع حتى أقول هي. أيه. مو مسألة خيانة، هو قرار هم اتبعوه. وما احتاجوا إلى قرار حكومة عراقي، وهذا خطأ. أنا أدنته في وقته. أدنته اعتبرت هذا التجاوز على السيادة العراقية. زين. هم الأمريكان يدعون وقواتهم في العراق تدعي أن هم ما لهم دخل. قواتهم في العراق ما لهم دخل، إنما الأمر إجا من الخارج
ونفذت قطعات من الخارج، طائرات من خارج العراق مو داخل العراق، باعتبار ما عندنا قاعده عسكريه. التحالف ما عنده قاعده عسكريه في العراق بتاتا، ما يقدر يطير قواعد من داخل العراق، وانما جاء طائرات، ولسه متفق عليه انه طائرات جت من الخارج، اما منين جت؟ ما انا ما ادري. لا خليني بجزئيه علم الحكومه العراقي، كانت تعلم بحقيقه وتفاصيل هذا الموضوع ام انها اعطت الموافقه دون معرفه حقيقه المهمه التي ستنفذ في مطار بغداد؟ انا لما اعلن ذلك ذكرت اي، انما ذكرت لانه عدم دقه وسوء اداره. انا ما اتهمت لانه خيانه زين، وتعرف بعضين عدم الدقه وسوء الاداره تؤدي الى مصايب، كما كثير من حوادث المستشفيات. أيه. كثير من الحوادث هي مو تعمد، بس اكو تقصير تؤدي الى كوارث. طيب مثل سقوط الطائرات هو تقصير يؤدي الى كوارث، فاكو كوارث بسبب هالتقصير وعدم المتابعه، واقول هذا اللي وصلنا. انت حتى لما تصرح الموضوع بقصديه، تتوقع انه بقصديه سواء من اطراف سياسيه او حتى من رئيس الحكومه السابق؟ قطعا قصديه من الجانب الامريكان، ما مخفين هذا الامر. لا ما اتحدث عن الجانب الامريكي، اتحدث عن الجانب العراقي. لا يعني بالاخير الامريكان عندهم قرار ويعلنون ذلك. أي. انه احنا قمنا بهذا العمل لاهداف هم يذكروها، لاسباب هم يذكروها. فانت ما يحتاج، يعني مو قرار عراقي بالاخير، هو قرار امريكي. طيب وانما الادانه الجانب الامريكي اللي قام بهذا العمل. ذكرت في وقت سابق، انا مضطر ان اسئله سريعه حتى استثمر الوقت قدر الممكن. ذكرت في وقت سابق انك طبقت كلام المرجعيه بضرب الفاسدين بيد من حديد، لكن لا اقول خصومك حتى خليني اكون وسطي، انه كثير من الناس يقولون ان العباد اللي ربما حرك الكثير من المياه الراكده والملفات التي كانت بحاجه الى تاكيد الا ملف الفاسدين لم يحرك هذا الملف وتغاضى عنه كثيرا، بدليل ما شفنا قيادات سياسيه لا وزراء كبار لا مسؤولين كبار تمت ادانتهم، وانما الموضوع لربما يعني اراد باسقاط بعض الخصوم السياسيين لا اكثر ولا اقل. زين ما اسقطنا ولا خصم سياسي بصراحه عشان نقدر نسقط هواي. استاذ تحفظ هذا مو كلام، هذا كلام من الناس تجاه. يعني قصدي هذا هو شوف احنا ما سويناها ويتهمونا. أيه. ما سوي ما اسقطنا خصم سياسي. المهم بالطبع اتخذنا اجراءات هائله. انا منتقامي وانا ما اعمل باجراءات الدوله. زين. انا منذ كنت رئيس لجنه ماليه كنت ضد الامتيازات والرواتب العاليه لمسؤولي الدوله. بس حاولت عده مرات في مجلس النواب، انا طرحها علني في مجلس النواب كرئيس لجنه ماليه، بس تصويت مجلس النواب ما يمشي. لما صرت رئيس وزراء وجتني الفرصة، لما صارت الإصلاحات جتني فرصة، صح التشريع بيد البرلمان، بس رجعت إلى قانون رواتب موظفي الدولة خصوصا الرواتب العليا. نعم. إلها صلاحية الحكومة تحدد المخصصات. زين. مو الراتب الاسمي، الحكومة تقدر تحدد، يبدو الراتب الاسمي كثير. نعم. بس المخصصات الحكومة تحددها، فلهذا استخدمت حقي أول فرصة جتني هي تلك الفرصة، خفضت الرواتب إلى بعضهم دون النصف من المسؤولين. زين. بعض المسؤولين رواتبهم الى الربع، وصلت الى الربع، يعني رواتبهم كانت جدا عاليه بشكل غير معقول. زين بالطبع هي سببت لي هواي عداء. الطبقه السياسيه كانت زينه وياي. اي ورا هذا القرار اصبحوا يعني ما يجدون يشوفون العبادي اصلا ولا يسمعون اسمه. بالطبع انا منتقم، خل اقول انا ما انتقم من احد، بس اقول اكو لازم عداله اجتماعيه. ناس مو معقوله رواتب المسؤولين هيك عاليه واكو راتب الدوله متدنيه. زين. اقل شيء نقدر نسوي نخفض هاي الرواتب. بس أنا ما سويت، ما مسحت الرواتب، نزلتها إلى قسم للنصف، قسم إلى 45%. زين. وثم خفضت، يقولون خفضت رواتب الموظفين، نعم فقط موظفي الدوائر الرئاسات الثلاث فقط، ما مسيت أي راتب لأي موظف ثاني، إنما الحملة اللي يصير عليه من ذول اللي هم القلة دي يقولون حاربنا في راتبنا، نعم لأنه كان زين. الموظف في الرئاسات الثلاث يأخذ راتب 7 أضعاف أو 6 أضعاف موظف في دائرة أخرى، ليش؟ نفس المؤهلات، نفس العمل او عمل اقل ربما. هذا ما بي عداله، انا عداله، نعم انا ادري هاي السبب يا عداء ادري. زين. بس ليش بلجأ الى قانون يوحد رواتب موظفي الدوله واخلص من هذا التمييز؟ هو اكو قانون مو معقول، بس هاي التمييز صار عبر السنوات يعطون تخصيص مخصصات، هذا فصار اكو نوع من امتيازات، اي نوع من عدم اكو قانون خاص. نعم. قانون خاص للمسؤولين يختلف عن قانون الموظفين، أنا لغيت القانون الخاص. زين. لأن أكو بالتعليمات هسه تتحدث في جزئية خليني أسميها الإصلاح بس المالي، بس هاي لا هي المرجعية لو تلاحظ خطابها حكت بخطابها محاربة الفساد حول امتيازات المسؤولين، راجع خطابها، أنا عندي الخطاب بالخطاب حول الفساد أهم شيء ركزت عليه امتيازات المسؤولين أهم. طيب. شيء بالخطاب وأيضا ذكره، بس بالمقابل هنالك ربما من يقلل ويقول أنه حتى امتيازات المسؤولين لا تمثل نسبة 1 أو 2% كحد أقصى في الموازنة، هنالك أموال وهنالك مشاريع وهنالك فساد لمسؤولين ووزراء كبار أرهق الدولة العراقية بشكل كامل. أنا أتكلم عن عدالة وعن تكافل اجتماعي. نعم. هذا موضوع ربما بيصحة،
بس اكو تخاف اجتماعي. كيف يكون شعورك انت مثل ما اثنين اولاد عندك، واحد تعطي $10,000 فوق حاجته والاخر $1,000 هم فوق حاجته، شو يصير شعور ابو $1,000 هو ولدك اثنينهم؟ يتاذى لان ماكو طبعًا. ماكو عداله، ماكو تكافل، ولو هو $1,000 فوق حاجته بهوايه بس يبقى. فانا اقول صح من الناحيه ما تمثل اموال هائله، بس شعور العداله المواطن لما يحس اكو شيء تباين يقول لك شنو احنا عبيد وانتم اسياد حق، فاحنا يكون هاي دوله تكون اكو عداله. الامير المؤمنين عليه السلام علي يقول ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق. اللي تاذوا من منهج العداله ترى الجور يكون اضيق. انا ادري تاذوا مني هوايه في هذا، وكثير من الحمله صارت ضدي، اكو ناس قاموا يسلمون علي ولا هاي انا اعرفهم، اكو ناس مقربين اللي صاروا ضدي ويكرهوني انا اعرفهم، واعرف كل زين ايش اتخذ الاجراء اعرفه، بس ما اقول له ما واجهه بصراحه وما يد اسمي هسه في هذا الاطار. بس تحديد المواقف في بعض الاحيان يحتاج الى تسميه الاشياء بالمسميات، هذا مهمه القضاء القاضي لما يحكم بالعدل يسمي، بينما السياسي والاخر مو ممتك السمي. طيب مو ممتك اصلا زين. المهم انه اقول هنا الشيء الاخر، اخرجنا مراجعه كل الدوله مسؤولي، واخرجنا في قائمه واحد 124 واحد بما في وكلاء بما في مدراء عامين، وغيرنا مواقع هائله. طبعا كثير منهم راح يعترضوا بالقضاء في حين قرار مجلس الوزراء. نعم مجلس الوزراء هو اللي يعين الوكلاء، هو يعين مدراء العامين وهو يقيلهم بالقانون زي. مع ذلك قسم بقرار قضائي رجعوا. هذه مشكله. انا ما عندي عداء كان لا نواب رئيس، نواب رئيس وزراء جاي مجلس الوزراء معقول اصير عدوهم وياي ويشيلوا مسؤوليه عني؟ يمكن انا تضررت من اصلاحي شخصيا، اصلاحاتي انا شخصيا لان كانوا عندي نواب لرئيس وزراء يقومون بعمل يخففون عني، وكان عندي وزراء اصدقائي بس الاصلاحات اللي سويها طلعوا. زين نواب رئيس الجمهوريه نفس الشيء ايضا، بس النواب رئيس الجمهوريه هل يقال ان الموضوع بقصديه؟ ليش هاي بقصديه وهاي ما بقصديه؟ انا ذكر لي شخصيا السيد اسامه النجيف في لقاء سابق قال انه سيد العباد اتصل بي وقال انه مو انت المقصود بهذا الموضوع وانما صاحب المقصود بهذا. اصلا هذا كذب صريح. انا اتكلم انا الاخ اسامه النجيف دز لي رساله جدا مؤيده، بس مع القرار جدا مؤيده مؤيده. بعدين سمعت مجتمعين بالليل نواب الجمهورية صار شيء بقلبهم، قلت له هاي ما موجهة شخصيا لكم أصلا مو شخصية، بس أنا أقلت نواب رئيس الوزراء ما معقولة ما أقل نواب رئيس الجمهورية. ثم هاي الكل يقولون حلقة زائدة، أنا مو ذكركم شخصيا، أنا إجراء اتخذته أنا هذا قلته، أما أقول مستحيل أنا مو ذكر شخص. ليش ذكر شخص؟ عد ليش الأخ أسامة النجيفي أقرب لي من الآخر؟ عد ليش يعني؟ ليش ما عندي هالسياق؟ طيب. وهذا فهم خاطئ، بس أنا ما أتهمه، هذا مخالف للحقيقة تماما. طيب. وأستطيع أن أقسم، وأنا أريد أمامه إذا يريد أن أقسم هذا، وأنا طلعت نفي في هذا الإطار في وقتها. هذا غير صحيح ولم أقول ذلك. أنا تحدثت مع ثلاثتين نعم هم بالبداية، أسامة بالأخير بالأول رحب جدا فعلا كان متفاني وقال أنا مستعد، وإجراء اللي سويته أنا منسجم معه بالكامل. شو بعدين اجتمعوا نواب رئيس الجمهورية، صار يبدو أحدهم حرض على آخر. صار نوع من عدم الرضا، فصار كلام بينه وبينه بهذا. فقلت له أصلا مو شخصي هذا، ما موجه ضدكم شخصيا. هسه هو افتهمه ما موجه ضدكم شخصيا يعني إلى شخصيا. وأنا أقول ضدكم شخصيا، ما قلت ضدك شخصيا. ما موجه ضدكم شخصيا لكم وإنما إجراء للبلد كما تعلم. وقد يعني فهم الموضوع أنه مو ضدك بشكل شخصي وإنما ضد صاحب. بس هو لا، بس هذا قطع ما قصده. زين الأخير علاوي شنو مثلا؟ هو ليش يعني بالأخير ليش؟ أنا أقول الشيء الآخر، تعرفون خطاب المرجعي كان كلش مو بس الآن، كل خطاباتهم من قبل على امتيازات المسؤولين. وتتذكر سماحة السيد السيستاني أغلق بابه أمام المسؤولين بسبب زيادة عدد نواب رئيس الجمهورية، لأن قالوا هاي حلقة زائدة في 2011. المرجعية أصدرت بيان وتأذت جدا من السياسيين، وقفلت أبوابها بعد ما تلتقي بالسياسيين. طيب. إلى حين أنا صرت رئيس وزراء التقوا كما يلتقون. زين فبالأخير المرجعية لها رؤية وأنا معهم في هذه الرؤية. زين. لأن أنا كنت أحارب على الموضوع في مجلس. تتوقع نجاح حضرتك في قضية مكافحة الفساد أم أنه لربما لم تستطع أن تقدم الكثير بسبب ردة فعل القوى السياسية، خصوصا أنه الانتقادات اللي توجه لحضرتك أنه أنت تتحدث عن ضرب بيد من حديد للفاسدين، وماكو زعامات ولا قيادات سياسية، خصوصا الكثير من القيادات السياسية معروف أنه أوغلت كثيرا بالمال العام. هذا يحتاج إلى نوع من التوافق الاجتماعي يعني والسياسي. أنت مثل أساني بعض الأحيان عندي اعتراض على قاضي فلاني أو على جهة فلانية، إذا أحكي بها بالإعلام وأسوي إجراء مو صلاحيتي أصلا. يعني صلاحيتي أن أحط رؤساء أحزاب بالسجن، صلاحية رئيس الوزراء، دكتاتورية صارت. أنا قلت لهم وقتها قلت
زين تاخذوا قرار طولي صلاحية حتى طولي صلاحية على القضاء تاخذوا فشيء إجرائي صوتوا يا بل... يا برلمان شوف إيش تسوي. أما ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتلي بالماء ما معقول يعني أنت القضاء أنا مو يمي قضاء إلى رؤيته يعني هذا ما دار عن بالقضاء احترام للقضاء قضاء أكو فصل بين السلطات في العراق السلطة التشريعية قضائية تنفيذية أنا هاي مو مسؤولية بس الحديث كان السلطة القضائية مسيطر عليها من قبل السلطة التنفيذية لسنوات طويلة إيه بس هل تدخلت في شأن القضاء أنا ما أتحدث عنك بشكل شخصي أنا هذا الموضوع ما كان حاضر وموجود أنا أتحدث عني في شأن يعني في إدارتي هل تدخلت في شأن القضاء بالعكس كل دعم القضاء حتى في مسألة تخفيض الرواتب أذكرها في القرار في تخفيض الرواتب فهم خطأ حتى خفضوا رواتب القضاة رجعت طلع التعديل انه بهاي تخفيض رواتب مسؤولين قضاة غير مسؤولين غير مشمولين به لان ما يضع في القضاة القاضي لازم تدفع له رواتب جيدة حتى لا يطمع حتى لا يخضع حتى لا يضعف زين هذا يعني هذه اؤمن بهذه القضيه يعني دعم القضاء ودعم الجهه التشريعيه بس الفصل بين السلطات يجب ان يكون طيب. فاتخذت اجراء نعم حتى بصراحه الامتيازات امر اساسي ثم الاصلاحات بالدوله ترى هائله سويناها لاول مره وقفت المحاصصه في الدوله في المناصب الاساسيه اللي هي في المدراء العامين والوكالات لاول مره والكتل استجابت سلمت لذلك وهذا بعركه هذا بصراع بس مو صراع نزلت للشارع صراع داخلي حجم الضغط اللي كان علي هائل يعني قليل الانفاق مال الدوله اخفضه واخفض رواتب الامتيازات تصور ماكو ردة فعل راح يصير هذه ترى مو سهله عمليه سهله اكثر المحيطين بك انت رئيس وزراء مو من المحيط بك منو موظفين رواتبهم عاليه مو انا خفضت رواتبهم معاناه هذه هذا بعض الناس ما ينظروا لها ما ينظروا لها انت خفضت رواتب الناس اللي تشتغلوا وياهم بما فيها راتب بالتاكيد نعم قلة من الناس بصراحة نعم أنا كثير منهم ناس فراح مضحين ما أثر بهم أسر القسم قالوا لي زين سويت صح تأثرنا بس زين سويت هذا بعدالة أكو ناس عندهم نكران ذات بهذه الدرجة بس كثير ما عندهم نكران ذات زين موضوع الرواتب موضوع كبير والمحل على ما يبدو لا توجد إرادة لا سابقا ولا حاليا ولا مستقبلا لحل هذا الموضوع اللي لحد الآن الموضوع يعني يعانى من الكثير من الموظفين في وزارات ومحافظات ودوائر يعني يتقاضى الموظف بنفس الدرجه ربع ما يتقاضى الموظف في الهيئات الرئاسيه لا لا بس احنا خفضنا لا ما رجع خفض لا الرواتب تخفض ما رجع مثل السابق ما رجع لكن لم لم, لم لا توجد مقارنه ولا توجد مساواه حتى هذه اللحظه لا على الاقل المقارنه افضل واي افضل يعني أزيح. فرق خلينا ننتقل الى موضوع اخر في غايه الاهميه حيدر العباد كان واحد من ابرز الاسماء الذي تحدث ما بعد انتخابات عام 2018 عن وجود عمليات تزوير كبيره بحيث لم نسمع عن قيادات سياسيه تحدثت مثل ما تحدثت حضرتك وحذرت ونددت وقلت أن الانتخابات يعني نسبة تزوير كبيرة وأكبر عملية تزوير حصلت في انتخابات عام 2018 لكن ما كان عندك موقف واضح سواء بإلغاء الانتخابات وكنت متخوف من هذا الموضوع والقبول بنتائج الانتخابات لربما هو ما أوصل العراق إلى ما وصلنا إليه الآن شنو السبب اللي دعاك قبول الانتخابات وأنت غير مقتنع به تماما أولا أنا ما صديت بهذا الموضوع كرئيس كتلة نعم. بالعكس كرئيس كتلة لو تراجع ردت فعلي المباشرة على أنه عرفت أسلقت أصواتنا أنا تحدثت الوحيد من الزعامات ورؤساء الكتل اللي تحدث بشكل لا واضح لا 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 خل أوضح الأسابيع الأولى بعد الانتخابات أنا مفاجأة كانت لأن كل استطلاعات رأي مو مالتنا استطلاعات رأي مال آخرين في يوم الانتخابات يقولون النصر هلقت أعداد كبيرة للآخرين معناها واستطلاعات الرأي بعضها كانت تعرف شنو استطلاعات رأي قبل الانتخابات واستطلاعات رأي يوم الانتخابات تعرف شلون يجروا استطلاعات رأي أكو مؤسسات عندهم ناس يروحون بالأرض ويسألون يأخذ عينات من المواطنين اللي صوت يأخذون عينات فعلى ضوء هيحسب إيش قد كل كتلة حصلت زين النتائج طلعت بشكل آخر مع ذلك لو ترجع خطابي باركت بالانتخابات ما أبديت أي شيء نعم تأذيت داخليا عرفت أكو شيء كبير حصل ما شو هذا الشيء الكبير خلي واضح تغيير بالنتائج شيء كبير يعني كان أكو شيء خطأ كبير كان معسلفا قبل إجراء الانتخابات خليني أوضح لك تفضل نعم كان قبل الانتخابات كان أكو شيء أنا انتبهت لبعضها بس ما كنا نصور يعني تصل إلى هذا المستوى رئيس وزراء مو مسؤول عن الانتخابات مسؤول عن حماية الانتخابات خارجيا مو داخل المؤسسة داخل المؤسسة ما إلها حق الحكومة تتدخل لأن هي المؤسسة الانتخابات الخاصة بالبرلمان لها علاقة بالكتل السياسية ما لها علاقة برئيس الحكومة احنا انا وفرت لأول انتخابات في 2018 تحصل ولا حادثة أمنية أول انتخابات ولا حادثة أمنية
في حين احنا لتونا قضينا على داعش. نعم. مع ذلك كان ضبط امني كبير والحمد لله لم تحصل ولا تجاوز امني واحد. نعم صار تجاوز داخل المفوضيه، هذا موضوع ثاني. نعم. ولعب ثاني. انا بعد جتنا معلومات تفصيليه ممن؟ من جهات، من الرقابه الماليه، من النزاهه، من المؤسسات الامنيه، انه تزوير واسع. جابوا تقارير عرضت في مجلس الوزراء وارسلنا هؤلاء. بس حتى نوضح طبيعه ما جرى، عمليه التزوير اللي تتحدث عنها عمليه كانت باراده داخليه لو باراده خارجيه؟ خلي اوضح. لا خلي اوضح. صارت هنا اشياء عرض. مجلس الوزراء اتخذ قرار ان يشكل لجنه. لحد الان انا ما مصرح، لم اصرح بشيء على الانتخابات. زين. اللجنه اخذت وقتها ورفعت تقرير كارثي حجم التزوير. لجنه يراسها رئيس الرقابه الماليه، وبها مسؤول النزاهه، رئيس النزاهه، وبها الجهات الاخرى الرقابيه والامنيه الرئيسيه. طيب. هذا تقرير عرض مجلس الوزراء، نوقش، صادقت عليه وارسلته الى القضاء. زين. وعلى ضوئه تم رفع يد المفوضين مو من قبلي، من قبل البرلمان، شان البرلمان بعد ما انعقد. نعم. زين، فانا ما يعني انا اتكلم حقائق، انا ما تحركت كرئيس وزراء الا بعد ما صارت حقيقه. زين. قلت له طالبوني رؤساء كتل وبعضهم متحالفين وياي. قالوا اسكت. قلت لهم ما اقدر كرئيس وزراء اسكت. قالوا هذا مو راح ياخر تشكيل الحكومه وقد يضيع منك رئيس وزراء. قلت لهم خلي يضيع، ما اريده. رئاسه وزراء تاتي بهذا الشكل، انا ما اريده. طيب. بينما ما اقدر رئيس وزراء اسكت عن حقيقه. زين. تردوني اطمطمها؟ ما جاوبتني. عمليه التزوير كانت باراده داخليه لو باراده خارجيه، من الذي فعل التزوير؟ وشلون تمت عمليه التزوير؟ اكثر الادله داخليه. داخليه. ما كانت داخلية. باراده خارجيه؟ داخليه، لعب داخل المفوضيه نفسها. داخل المفوضيه؟ لعب لعب. المفوضيه تم تقاسمها من قبل الاحزاب. كل من واحد يسكت عن الاخر، انا اسوي تزوير انت تسكت عني الاخر. فصار بعدين مغالب بيناتهم بالتزوير. زين. بعضهم يتأذى لان الاخر زور اكثر منه. لو تراجع تصويت الخارج اصلا صار توزيع هيك ما له قيمه للناس صوتت. اعطاء هذا تقدر تتحكم. نعم. لان تقدر تطي كم صوت فلان يصعد فلان. ويصعد فلان ويصعد فلان، شويه تطي كم صوت. زي. يصعد فوق اكثر من الاخر فيفوزون. طيب. بس الطرف حتى صار تلاعب في الكتله الواحده، لان يدون يصعدون ناس تابعين لاخر حتى ياخذون. بس طرف المفوضيه والاطراف اللي تدافع عن هذا الموضوع لربما تختلف مع جناح، تقول انه قد يكون مبالغ الحديث عن وجود عمليات تزوير بهذا الحجم، بدليل انه اغلب الكتل قيادات سياسيه كبيره ما صعدت، رئيس البرلمان السابق ما صعد، قيادات في تحالف الفتح ما صعدت في الانتخابات وكانت رقم 2. جزء هذا من الصراع الداخلي، يعني جزء من الصراع الداخلي. انا ما اقول، مو معناه التزوير صار في كل مكان فرق. انا ما اقول التزوير صار. نعم بعض المحافظات لما تراجعها قد تزوير، او المحطات قليل تزوير بها. زين. بس تعرف انت، يعني سويت عمليه حسابيه دقيقه. نعم. ادعو الناس ان اللي يفتهمون خليه يحسبوها. أيه. حسبت اذا التزوير بمقدار 15% فقط تغير النتائج بمستوى كبير، يعني تشيله تلعب شويه بالاصوات 15%. أيه. نعم. تطي لهذا ولهذا تغير كلها. انت زي. بمكان ما كتله بمكان 65 يصير 40. هل لعب البسيط بالاصوات؟ يعني كم واحد ينسحب منك يروح يسقط؟ من الأطراف اللي تضررت من عملية التزوير؟ فقط النصر أم هنالك أطراف أخرى؟ من الكتل الكبيرة أقصد. ما تخلي تعني في التفصيل. بس واضح كان أكو يعني عملية موجهة لكسر النصر. بيني وبينك. فقط النصر؟ بيني وبينك. نعم، للنصر أولاً كتلة وطنية ونجحت، مدعاء. نعم. نجحت في كسر الطبقة الطائفي والإثني، نجحت. فعلاً إجوها أنصار من كل مكان. لأول مرة العراق يطلع من القضية الطائفية والإثنية إلى مجال وطني. أكو ناس يعيشون على الطائفية ويعيشون على الإثنية، ما يردون. هذا يفلسهم، يفلسون بعد ما عندهم شيء بالعراق، ما يقدرون بعد يسيطرون على ذول الناس. يقول لك هاي لازم تكسر. شيء آخر، إقليميا العراق أكو سقف ما يصير يسأل عنه. يقول لك هذا الرجل. شنو هذا السقف؟ هذا الرجل حرر، صار الجيش العراقي من أقوى جيوش المنطقة. وإن كان مكسور ما إلى قيمة، ما حد يعين له أصلاً. نعم. صار من أقوى جيوش المنطقة، عنده حشد أبطال يضحون وخاضعين للدولة، هذول يفتحون العالم. لهذا العراق صار أكبر من قوته، ما يكون يرجع للصندوق مرة ثانية. إذا استمر العبادي العراق راح يصبح قوة إقليمية هائلة. يخافون منه، ما يردون. منافس لهم ما يردون. وأنا ما أريد أسمي دول، بس أكو دول في المحور العربي وغير العربي يخافون من العراق تاريخياً وحاضراً. لذلك يعملون على أضعاف العراق دائما؟ ما يردوا العراق ينهار، لأن يصير إذا انهار لا سمح الله
هم ايضا يصير عليهم اثر. طيب. بس يردوا اكو سقف للعراق يكون ما يساعده، ولهذا صارت هاي التآمر لتغيير النتائج. اكو مؤامره حقيقيه. انا اعطيك مثال واحد وفقط واطلب لحد اليوم. طلبت منه فوضيه شيء واحد. هاي كركوك. كركوك صار اكو من التركمان ومن العرب اعتراض هائل على تلاعب، لان اكو مناطق تركمان مثلا 90% بها تركمان. الاحزاب الكرديه محققه بها 60% نتائج. شيء يعني اكو واضح قطع. وبالعكس اكو. طيب هسه خلينا خليني اكمل. اكو 80 صندوق بس 80 صندوق. هاي حققوا بس 80 صندوق. لانها راح تبين. راح تبين يا بس شنو خصها؟ النتائج مو طبيعيه. حقق بالصناديق. المشكله اكو الاجهزه ممكن تلعب بها، نفهم وين الخلل اللي صار. زين. او صار تزوير في غبي. شنو اللي صار؟ رفضوا التحقيق مطلقا. رفضوا. قالوا زين اذا طلع صحيح شلون يتم؟ مريد نعرف. اكو حتى اللي استلموا المفوضيه بعد ذلك طمطموا عليه. رفضوا التحقيق، قالوا هاي قضيه بقرار سياسي. انا حتى يعني انطي عذر لمن فعل ذلك. اكو خوف على البلد عند البعض. يقول لك طيب نلغيها وبعدين برلمان انتهى، كان من حل البرلمان. زين. لغينا الانتخابات، دخلنا في مرحله مظلمه. من اللي قرر؟ مفوضيه انطعن بها. من المفوضيه الجديده؟ من راح يسوي انتخابات؟ من يشرع قانون جديد؟ تدخل في نفق مظلم. يقول لك شلون ما راح يصير؟ تتوقع هذا التبرير منطقي لعدم إعادة الانتخابات؟ نعم. منطقي نعم. يعني أنا من الناس ما شوف الشيء الآخر اللي أقول لك، رئيس الوزراء ليس من صلاحيته إلغاء انتخابات، ليس صلاحيته التدخل في عمل المفوضية. بس أنا سويت عملي كرئيس أعلى سلطة تنفيذية في التحقيق في الانتخابات وتقرير كامل وجهته للقضاء وسوينا. زين. خلينا ننتقل لقضيه بالاخير جمدوه هذا اصلا ما تاخذ اجراء. خلينا ننتقل لقضيه جدا مهمه ونعيش يعني لحظاتها. انا بس اليوم انا على الانتخابات. بعدك تتكلم عن الانتخابات؟ لا ما اتحدث عن الانتخابات، اتحدث على ملف اخر اللي ربما يهم المواطن اكثر من الانتخابات. هي قضيه الكهرباء. لا الانتخابات خلك من الانتخابات القادمه. اي يجب الا نعود الى ما حصل سابقا، لا نكرره. الان يجب ان المواطن يكون عنده ثقه بالعمليه الانتخابيه. اللي صار خطا، شوف وين وصلنا. زين. صار تلاعب عبارة ما يسيطرون على الدولة، شوفوا وين وصلتونا. خلنا نمنع. أنا أدعو المفوضين الحاليين اللي هم بالأصل قضاة، هم الآن ليسوا قضاة في مهمتهم كمفوضين وإنما كمواطن عادي مدني. طيب. ولكن أدعوهم أن يكون حرص على حماية المفوضية، حماية العملية الانتخابية. مو كافي تقوم دورك أنت بعيد، يجب أن تتدخل حتى تصير العملية الانتخابية نزيهة، بعيد عن التزوير، بعيد عن التلاعب. زين. وأدعو المواطنين إلى الاشتراك بسعة في هذه الانتخابات حتى نضعف التزوير. البلد يحتاج لإنقاذ. أقول لهم للمفوضين مع احترامي لشخصهم، هاي مهمتكم اليوم. البلد يقف على فصل خطير. إذا ما نجحنا بالانتخابات القادمة الله يعلم شو يصير. وإذا نجحنا أن نتعبر عن رأي المواطن فنجاحه هذا بيدكم. طيب خلينا أرجع للموضوع الآخر اللي نتحدث فيه قبل قليل، قضية الكهرباء. يعني من خلال ما جرى وما حصل طيلة السنوات السابقة، وصلت قناة على الكثير سواء من المعنيين المختصين وحتى المواطنين على أن ملف الكهرباء تحول من ملف فني وإدار إلى ملف سياسي بامتياز، بدليل أنه حتى وزير الكهرباء في حكومة حضرتك يتحدث ويقول أنه أشعر أن هنالك رغبة وإرادة لبعض الأطراف بعدم استقرار ملف الكهرباء في العراق. جنابك ذهبت في زيارة إلى ألمانيا وفرنسا للتعاقد مع شركات كبرى في ملف الكهرباء، لماذا لم ينجز هذا الملف وفعلا هنالك إرادة لإبقاء الكهرباء بهذا المستوى في العراق؟ احنا وقعنا عقد مع شركة سيمز اللي هي احدى الشركات الكبرى الألمانية في قطاع الكهرباء في 2016. نعم. عقد اللي هو إطاري. نعم. وانطيناه مجال. زين. وطلع نتائجه طيبة. ثم وقعنا عقد آخر وياهم اللي هي خارطة الطريق في 2016. زين. وقعنا مذكرة تفاهم في 2018 مع سيمنز. ثم أتبعنا أيضا توقيع مع شركة جي الأمريكية. نعم. وزارة الكهرباء وقعتها بصراحة الاثنين. زين. ذني أكبر شركتين بالعالم كهربائية. طيب. عندنا رؤية. أنا أقول لك وين الخلل. نعم. منظومة الكهرباء واحدة من إنتاج الكهرباء إلى التوزيع للمواطن. نعم. ما يجوز تجزئها. ما يجوز تركز فقط على الإنتاج وبعدين يصير عندك كهرباء منتج هائل بس الشبكه ما تحملها، او التوزيع او النقل او النقل او ما مسيطر على الكهرباء بير عمية. انت الكهرباء غير عندك ميترات، غير مسيطر على استهلاك الكهرباء. اذا ما مستهلك الكهرباء تنتجه وتروح بير عمية، تروح اشياء ما مسيطر عليها او فروع مو تحت سيطرتك.
او ما بيها عدادات، وبالتالي استهلاك الكهرباء غير غير محدود. طيب فانت ما تنتج روح وتحرق الشبكه، الشركه ايضا ما تتحمل، فتاثر على كل المواطنين. اذا انا سويت منظومه متكامله من من التوليد الى المواطن الى المواطن، وهذا هو اساس اتفاقنا مع سيمنز. سيمنز هي شركه كبرى مع جي صارت عقود اخرى، بس سيمنز هي اللي خارطه الطريق. زين الجماعه الوراي جمدوا مال سيمنز 6-7 اشهر. شنو السبب؟ انا ما افهم. بعدين تعاقدوا من جديد على شيء اخر، مو خارطه الطريق اللي احنا توافقنا عليها، مو خارطه الطريق. احنا خارطه الطريق نريد الكل. بعدين صار كل التركيز على الانتاج. زين وين التوزيع؟ النقل. زين وين النقل؟ تغير شبكه. هسه الان محطات التوليد اكثر مما نستطيع نستوعب. المشكله بصراحه دكتور، حتى نتحدث بصراحه اكبر واستثمر الدقائق القليله المتبقيه، المشكله فنيه وعدم ادراك ووعي، المشكله سياسيه بحته. لا يعني اكو اكبر من سياسيه. اكبر من سياسيه. حجم الانفاق على الكهرباء سنويا يكلف الدوله بحدود 16 تريليون دينار، او هي اكثر بسعر الدينار الان يصير اكثر بصراحه. هذا سابقا سعر الدينار قبل يعني حدود 13 الى 14 مليار دولار مثلا هالشكل بالسنه. بالسنه وهي مبلغ هائل انه الدوله تصرف على الكهرباء. زين بالطبع انا المسؤولين الاماراتيين على اعلى المستويات صار نقاش قبل يعني ثاني سنه من تولي رئاسه الوزراء، وشوفوني انهم يربحون من الكهرباء، والدول الناجحه تربح من الكهرباء ما تخسر. لان يعني تحتاج تربح، تدري ليش؟ زين تحتاج تربح اولا حتى تدعم الطبقات الفقيره، والشيء الثاني حتى تطور الكهرباء. بس احنا لا ربحنا ولا طورنا ولا وصلنا لمرحله الاكتفاء الذاتي. مو بس هاي، لا الدوله تشمل كل سنه اي 16. وين المشكله؟ دينار. قضيه مقصوده؟ هذا هدر، هدر صرف وقود بلا حساب، هدر هدر صرف كهرباء بلا حدود. من يستفيد منه؟ المواطن الفقير يستفيد؟ ابو الكوخ يستفيد منه؟ يعني اكو اطراف سياسيه مستفيده من ابقاء الكهرباء بما هي عليه الان؟ يعني لا، يعني انا هسه ما ادعي، هذه مو سياسيه. أي. ادعي حيتان فساد، اموال بالمليارات يوم ورا يوم، سنه ورا سنه. زي. ما حد ينظم الكهرباء، لان بس تجي تنظمها، بس تجي توقف الهدر راسا يتصدوا لك راسا. وكذب، ينشرون اكاذيب. مال الجبايه سويناه بوقتها. نعم. هو ايقاف الهدر بصراحه. هو ما معقوله مواطن حريص على وطنه زين وحريص على بلده يروح يدفع الفاتوره قبل ما طالبه يفتحها، واكو اخر عنده 7 سبلتات ببيته حتى بالحمام يحط. أيه. ومتمكن ويدفع كهرباء، هاي عداله؟ هاي عداله بحد ذاتها؟ طبعا مو عداله. لما نطالب هذا ابو السبلتات المتمكن يثور علينا ويحرك الاعلام ويحرك علينا، هذا يكون نتعاون عليها. ولهذا ما خربوا الا اثناء الانتخابات، كلهم قرروا يشتغلون ضدنا. يعني كل قضيه انتخابيه، قضيه فيها بعد سياسي. يصير مصلحته ان يفوز. زين خلينا انا وقت قليل متبقي جدا. نعم. ذكرت جنابك في وقت سابق انه جولات التراخيص كان فيها مشاكل وبها اخطاء، تحديدا فيما يتعلق باستثمار الغاز المصاحب. فعلا كان هنالك اخطاء وعدم درايه من قبل وزراء النفط السابقين، وزراء الطاقه، ملف الطاقه بشكل عام، أم القضية بها بعد قصدي سواء لمصالح داخلية وحتى مصالح دول إقليمية؟ لا، مرة أنت حذفت القسم الأول. أيه؟ أنا ذكرت التراخيص أمر جيد كان. نعم. وصار في وقته جيد فيما يتعلق بجانب النفطي، يعني لأنه بدونه كان ربما إنتاج النفطي كان تراجع. نعم. نعم بس بها أخطاء، الأخطاء بالطبع ما تطعن بالأصل، أن الأصل صحيح. نعم. فبالتالي هاي الأخطاء أنا أشدت لها بالأخطاء. انا جزء من الاخطاء اللي اعتبرها وانا اشرت عليها، بس عندهم قناعات بالاخير. انه كانت المفروض تجي شركه اخرى محاسبه. نعم. تحاول تقلل الانفاق، تحطها بالضد. زين. يعني وانا بديت مع في وقتي بديت ادارك هذا الموضوع. بس ما لحقت، هذا وقت ياخذ. واكو معارضه شديده. اكو ممن هاي المعارضه؟ تحس بالإجراءات أكو تباطؤ. أنت رئيس وزراء. أنت رئيس وزراء تتحدث أن تحس تباطؤ. بس رئيس وزراء، أنت مو رئيس قسم في مديرية في وزارة، ما تتابع يومين أنت. نعم. إذا تتابع كل مديرية، أول مشكلة عندنا حرب اللي هي وجودية، الشيء الثاني كانت عندنا أزمة مالية كانت ممكن تأدي البلد. أنا أقول لك وصلت مرحلة الأزمة المالية أشد من حرب داعش. أنا أقول لك. نعم. أنا أقول لك، وأنا صرت وزير مالية وكون أدخل في تفاصيل المال حتى أوفر لقمة للمواطن حتى البلد لا ينهار. طيب. لأن إذا انهار اقتصاديا أيضا ينهار عسكريا، لأن شيء بداخل شيء.
فما معقولة زين الصحة مو مهمة، الأمن مو مهم، التعليم مو مهم، كلها مهمة، ما معقول رئيس وزراء يصير يدخل في كل قسم، ما معقول أن يتابع. الفكرة وين؟ لازم أكو شركة تحصل إيراداتها بمقدار ما تخفضها من نفقات، يعني بالعكس تشتغل. هذا ما كان موجود، ما موجود. أنا حاولت ألقي هالشركة، وفعلا زيارة فرنسا اجتمعت مع الشركات، واحدة من الشركات الحاضرة اللي هي نصف حكومية إلها، فطلبت منهم وقدموا شو قدمت لوزارة النفط بس ما أعرف بصراحة شو صار، حتى بعدي ما حتى بعد. طيب. أقول هذا مهم حتى نخفض كلف العقود الثانوية بالنفط. يجب أن نحاول نحافظ على الفلوس. طيب، أنا لدي الكثير من الأسئلة ولكن عذرا لضيق الوقت. شكرا جزيلا لك الدكتور حيدر العبادي في الجزء الثاني من حقائق مغيبة لهذا اليوم، كنت ضيف عزيز. شكرا جزيلا لجنابك مرة أخرى، وشكر كل شكر لكم أحبة المشاهدين على حسن الإصغاء والمتابعة والمشاهدة لحلقة هذا اليوم من حقائق مغيبة. على أمل الملتقى في الأسبوع المقبل. تحياتي لكم، أنا أحمد العذار، استودعكم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.